حياكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. ارتفع إنتاج الدول الأعضاء 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 234 ألف برميل يوميا خلال شهر حزيران، ليصل إلى 28 مليون و716 ألف برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات من 9 دول بينها العراق. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 159 ألف برميل يوميا ليصل إلى 10 ملايين و585 ألف برميل في اليوم. تليها الإمارات مسجلة زيادة قدرها 39 ألف برميل يوميا. وتبع أن العراق زاد إنتاجه بمقدار 17 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4 ملايين و34 ألف برميل في اليوم، مبينة أن الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 385 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021. دعا البنك المركزي العراقي إلى إنشاء صندوق سيادي بعد الوفرة المالية التي يشهده العراق بحسب قوله. من جهة أخرى، اعتبر نائب محافظ البنك عمار خلف أن مزاد العملة هو قناة توفير العملة الأجنبية للتجار لتغطية مستورداتهم من السلع الخارجية، إضافة إلى تغطية مصروفات المسافرين عن طريق المصارف وشركات الصرافة. يأتي تصريح نائب محافظ البنك في ظل حالة الفساد الكبير الذي تشهدها مزادات العملة في العراق وتحكم الميليشيات التابعة لأحزاب سياسية بهذه المزادات. قال اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول أن الصادرات التركية من الفواكه المجففة بلغت قيمة نحو 755 مليون و900 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وبحسب اتحاد المصدرين، فإن صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها حققت خلال الفترة المذكورة زيادة بنسبة 10% و16 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. وحل صادرات الزبيب التركي أولاً بقيمة 208 ملايين دولار، ثم المشمش المجفف ب 168 مليون دولار، يليه الفستق العنتابي ب 111 مليون دولار، ثم التين المجفف ب 103 ملايين دولار. وتعد ألمانيا أكبر مستورد الفواكه التركية المجففة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 103 ملايين دولار. وافق الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو والسماح لها باستخدام اليورو كعملة رسمية للبلاد بدءا من كانون الثاني 2023. وبهذا الإعلان تصبح كرواتيا العضو رقم 20 ضمن دول منطقة اليورو. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن كرواتيا تبنت آخر ثلاثة قوانين مطلوبة لتمكينها من الانضمام لمنطقة اليورو. وأوضح البيان أن من ضمن الإجراءات المتفق عليها تحديد معدل تحويل العملة المحلية بسعر يورو واحد مقابل 7.5 كونا كرواتي. انخفضت أسعار النفط الأربعاء بعد انخفاضات متتالية ليصل إلى أقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان الماضي، في حين يتطلع التجار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضع في السوق. قد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في وقت لا تزال فيه الصين تكافح وباء كورونا، وهي عوامل جميعها تضعف السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان لتصل إلى 99 دولارا و47 سنتا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ليقف عند 95 دولارا و66 سنتا للبرميل. في غضون ذلك، تراقب الأسواق عن كثب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطالب من السعودية العربية والمنتجين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.